FM. الكلمة ليك اليوم نحكيه على منزل بو زلفة وخلطوا علينا دردوري حميدة من تمال جمعية أسرة آمنة ومدام فتحية برحومة نائبة كاتب عام في أسرة آمنة ومعنا سي عادل الشيخ رئيس الاتحاد المحلي الفلاحي المحلي الفلاحين بمنزل بو زلفة. مرحبا بكم وبيك عايشك وربي يجازيكم على الاستدعاء. بارك الله فيك مدام. كان نحكيه شوية على الجمعية ونحكيه على وضع الأسرة في منزل بو زلفة. بسم الله. بالنسبة لجمعية الأسرة الآمنة هي جمعية توعوية اجتماعية يعني تعالج العديد من الملفات ومن اللي تبعثت والحمد لله وهي تقدم في إضافة كبيرة في منزل بو زلفة على مستوى الأسرة وعلى مستوى معناها التلامذة وعلى مستوى الاجتماعي والتوعوي زوز معناها نعمل محاضرات توعوية ونعمل زادة معناها مساندات ومساعدات اجتماعية. تلسخوا مع البلدية كان عندكم تظاهرات كان عندكم نسقنا العديد من التظاهرات والعديد من الأنشطة وكانت الحمد لله ناجحة مع البلدية ونذكر عملنا حي نموذجي في نهج في حي طهر صفر كانت تجربة ناجحة جدا مع البلدية وعملنا حملة نظافة في كل حي وتفاعلوا معنا برشا معناها سكان الحي وعملنا حاوية هكا حاولنا باش نساهموا شوية في نظافة معناها الحي عملنا حاوية خاصة فيها جزء للقوارير البلاستيكية وجزء وين يلقيوا معناتها محمية هكا الحاوية. هيك نسمع هكا معناتها المجتمع المدني قاعد يخدم في منزل بو زلفة قاعد يخدم لكن تو معناتها كنت تسمع فينا انت من اول ليميسيون العباد اللي دخلت والعباد اللي في الميكروتروتوار قالوا فما برشا مشاكل نتاع التلوث وفما برشا عائلات ما تلقاش وين تقعد. صحيح ما حاولتوش انكم توصلوا صوتكم ما حاولتوش انكم تعطيوا افكار. صحيح احنا الحي النموذجي هذا كانت مساهمه منا باش معناها نعالجوا المساله نتاع النظافه نتاع الاحياء وحاولنا الوعي راه سامحني راه المواطن التونسي ديما يحب يلقي المسؤوليه على المسؤولين راه وهو راه هو جزء كبير منه معناها هو غلط فيه يعني كي احنا حسسناهم باهميه النظافه ووعيناهم شاركوا معنا ولو كان هما واصلوا راه كل واحد من شيرته معناها يحاول ينظف معناها فهمت. خلنا نسمع صوت حميد اللي متغش علينا ما تهمنيش في نعطيه برشا وقت. كان نحكيه حميد يعيشك بارك الله فيك. كان نحكيه على الوضعية اليوم للأسرة المرأة في منزل بو زلفة البرشا قالوا ما عندهاش حتى وين تقعد وين تخرج انتوما كجماعة عندكمش أفكار. وضعية المرأة في منزل بو زلفة كيف وضعية المرأة التونسية بصفة معناتها إجمالية. احنا يمكن في منزل بو زلفة عندنا إشكال آخر يمكن في مناطق أخرى يمكن ثم فضاء ترفيهي بمعنى ينجموا يمشوا له نساء ثم برامج تكون قريبة يخدموا يمشوا له ثم لكن إشكال اللي في منزل بو زلفة عندنا إشكال حتى من قلة الوعي المرأة بحقوقها. المرأة مضطهدة في منزل بو زلفة نتيجة عدم معناتها قدرتها أو عدم اهتمامها بالحقوق متاعها وعدم معناتها الاجتهاد في معرفة هذه الحقوق متاعها. ثم إشكال كبير من ناحية عدم النضوج أو النضج والوعي بالنسبة للمرأة في منزل بو زلفة. احنا حاولنا حق ثم إقبال من النساء. احنا عدتنا المحاضرات اللي عملناهم في اتجاه معناتها توعية المرأة كانت ناجحة والحمد لله وكان حضور ديما احنا اللي جينا في المحاضرات متاعنا جبنا الأخصائيين النفسيين جبنا التنمية البشرية جبنا كل شيء اهتمنا بصحة المرأة عملنا قوافل صحية جابت معناتها منزل بو زلفة الكل عملنا برامج توعوية في مخص تربية الأطفال. ديجا احنا تويكا عملنا اتفاق آخرها الاتفاقية ذي عملناها مع الأخصائي النفساني سي نور الدين الهداوي اللي نخدموا على النفسية هما جزء برنامج خاص بالمرأة ككل وبرنامج خاص بالأرامل خاصة احنا نعرفوا اللي الأرملة عندها
ظروف خاصة عندها، كانت مش كما المرأة يكون عندها زوجها، عندها ثم على الأقل نوع من الإحاطة موجود، حتى لو كان الزوج ما يوش يقوم بواجباته كامل، لكن ثم إحساس بالأمان لدى المرأة. لكن فيما خص المرأة الأرملة هناك معناتها خاصة مثماش احنا العائلة نحب نرجعوها النموذج متاع العائلة المتكاملة، كي يغيب الزوج مثلا تبدأ ثم الأب الزوج ثم الأحماد وثم كان ثم عائلة كانت قبل هذين نفتقدوها تويك، احنا نحب ماذا بينا كون ترجع كلمة متاع العائلة الكل هذيك، هكاك على الأقل كي يغيب فرد من العائلة ثم إحاطة تكون من بقية العائلة إن شاء الله. مدام كان نحكيه في دقيقة بعجالة، أنت كان يخذوك كمواطنة توا موجودة في منزل بوزلفة، شنو هو ناقص منزل بوزلفة؟ ناقص برشا حاجات مثلا على مستوى الطرقات، ياسر نقص كبير في منزل بوزلفة على مستوى الأسرة، إذا كان مش نحكي على الأسرة خاطر الأخوة سبقوا حكاوا على الطرقات. بالنسبة لمنزل بوزلفة ناقصة فضاء ترفيهي للعائلة باش تهز ولادها، بالنسبة لمنزل بوزلفة فما في المعاهد فماش الأماكن اللي تقوي التلامذة، احنا عندنا برشا تلامذة عرضة للانحراف في منزل بوزلفة، يقعدوا معناها من نص النهار المساعتين في الشارع لشنوة عرضة لشنوة، وخاصة انك اللي يجيو من الريف، احنا طالبنا باش تتعمل قاعة ترمينوس يعني باش يبدأ التلميذ محفوظ. مشيتوا البلدية قلتوا لهم كلمنا وتناقشت معناها كموضوع، ولكن معناها ما لقيناش الوقت. كمواطنة ولا يوجعني قلبي برشا على منزل بوزلفة، على الأسرة في منزل بوزلفة. ممكن احنا في منزل بوزلفة انا حضرت المخطط التنموي للخماسي، المخطط الخماسي للتنمية وقلبي خرج معناتها، كان الحاضرين الخبيرة كانوا اصلا وصلوا تقلقوا مني تلمون كل حاجة تتعدى، منزل بوزلفة غايبة فيه كأنها ما يشتابع ولا يتنابل، راهي النقائص معناتها توجع. وإذا كان مثلا ماشي كان الدولة كدولة تبقى ديما دولة مهما كانت معناتها المدينة ديما تحتاج الدولة، احنا الدولة ماهيش موجودة، وين هي إجازات الدولة في منزل بوزلفة؟ مثلا مش حتى إنجاز، احنا تتعدينا مثلا دار ثقافة تمشي لسليمان، قاعة رياض تمشي لسليمان، احنا عنا معناتها رياضيين، عنا ما نعرفش انا بقيت بيتها في الإجازات الرياضية في منزل بوزلفة يعني وسط عالمية معناتها، وعلى الاخر ما نسحقوش احنا قاعة الرياضة في منزل بوزلفة مغطات، ما احنا شيرة في منزل بوزلفة. واضح. سي عادل في اقل من دقيقة كلمة الختام. انا شوف انا نحب منزل بوزلفة نتفائل، منزل بوزلفة فيها رجال عاملوا اللي عاملوه، فيها رجال ونسائي وفيها نساء ايش نقول لك، كانوا فيها نساء وقت عيد البرتقال، انا نقول لهم ان شاء الله مبشر النازلية سناء المستقبل ان شاء الله بخير منزل بوزلفة، ان شاء الله عيد البرتقال سناء يرجع وهو القاطر هذاك فيها ثقافة. نحب نذكر النازلية نقول لهم السكام محطة لف ان شاء الله سناء تبدا تعاود تخدم، ان شاء الله عيد البرتقال سناء يعاود يرجع، ان شاء الله المسؤولين بعد الحلقه ان شاء الله الفضاء الترفيهي اللي موجود في البراج يعاود يرجع ان شاء الله، نادي هذا المنزل يعاود يرجع للناسيونال، وان شاء الله فما كان الخير، اما بشرط النازليه ما تعملوش برشا على الدوله، عملوا رواحكم واغفروا بلادكم ان شاء الله. المسؤولين زاده المسؤولين زاده يكونوا يسمعوا في حلقه اليوم ويتفاعلوا معكم، نذكركم اللي تنجموا تدخلوا الباج فيسبوك نتاعنا وتلقاو التقرير الخاص بمنزل بوزلفة. وصلنا لنهايه حكايه الناس لليوم، نجموا تعاودوا تسمعوا حلقه اليوم على السيت نتاعنا كابراديو بونتين. شكرا لك سي عادل الشيخ رئيس اتحاد محلي فلاحي منزل بوزلفة. حميده الدردولي سامحنا معناتها، اما ذاك هو الوقت يمشي معناتها. اميه مال جمعيه اسره امنه فتحيه برحومه نائب كاتب عام في اسره امنا، موضوع غدوة في حكايات الناس منع التدخين في المؤسسات التربوية كيفاش بيأثر على المراهقين والشباب، شوية اخر تلقاو نزار غازي مالك فولاد الكاب. نحب نحيي ليكيب اللي كانت معكم اليوم، ايمن في الاخراج، سليم في التنسيق، ناديه جين في الاعداد، صدام مهيبه في التصوير، شكرا خاص زاده السناء بنساسي، شكرا لكم انتم اللي اخترتوا راديو كابا في مسامع من قدام الميكرو، يقول لكم نهاركم مبروك الناس الكل. كابا فان الكلمه ليك.